إذا مشاهدينا الكرام، يشير لي زملائنا عمر غريب رئيس مديرية الجزائر في هذه الأثناء مع الندوة الصحفية مباشرة. مدة 30 مليار، بصح الشركة هذه كي كانت تمد مدة بلي 5 مليار كانت تمد باش حنا الديون اللي كانوا باسكو عمر جيت انا مو دافري لو 14 خلاص نقولوا فان جوا خلاص فان جوا. ومن بعد الناس هذوك 30 مليار اللي يهضروا عليهم راه هنا بالبيانات لي سالير تاع موا جونفي 2016 كاين 33 مليار و 296 لي سالير ديون تسمى باش تعرف. وتكلموا على 13 مليار هذيك ماهيش تسمى هذاك. حنا ربحنا كاس الجمهوريه وكانت عندنا اعانه، كان دي سبونسور اللي عطاونا منا لي ماشي دروا تي في نو الناس عاونتنا، الناس عطاتنا هدايا كي فزنا بالكاس. احنا واش درنا بهذوك الهدايا؟ مدينا اللاعبين 200 مليون للاعب فازوا بكاس الامم، وهذوك الدراهم درنا ريكريتمون، لو ريكريتمون تاع لي جوار جدد اللي جبناهم. هذوك ريكريتمون اللي جبناهم لي جوار اللي جبناهم قلت لك هذوك لي سالار الاولاني مو جونفي حتى كيما نقول الفان سيزون كاع تما الاوت ولا 33 مليار و200 و96 وكاين نكمل لك على هذاك. وكاين حنا انا عمر غريب ريكريتمون كيما جبتو هو كاين اللي مدلهم 3 موا وكاين مدلهم 4 موا كل كاين 2 موا ولا كاين 5 مليار 470 مليون وكاين 3 مليار ايكالك تاع لو ستاف تكنيك هذوك اللي كانوا القدم هذوك مع جدد ثلاث مرات. يحب يقول الشيفر اللي مدوه هذاك اللي مدوه هذاك الشيفر هذاك نورمال. وانا كعمر غريب مسؤول على هذا الفريق نحكيو انا كي قلت ما عاونونيش نحكي لك على لا سيفونسيون تاع 2016 2017. انا كي ديماريت بالكيب ديماريت بها مواد جوي انا كي جيت صبت التراييم مشي ركبت باش نوضح لخويا ونقول لك تما كي قلت باللي ما عاونوش هذه حقيقه. تما نحكي لك انا ما عندناش اعانه هذا تما تاع 2016 2017. تفضل خويا تفهموا انه 30 مليار اللي اعطتها سوناتراك خلصت بها انت الديون انت سابقه هذاك هذوك هذوك قلت 33 يعني زاد ناقصين ثلاثه تما كاين وهنا مدير الحسابات هذا مدير الحسابات هو هنا وهذا مدير الاداره وهنا تما كاين يقول لك حاجه هذه حاجه توجد عند شركه سوناتراك. هاد الشيء اللي راني نتكلم فيه تما راهو عندهم هما يقول لك فوالا باللي كي جا عمر رانا بعثنا هما كي كانوا يبعثوا باغ اكزومبل يبعثوا ليا دوك باغ اكزومبل باسكو علاش كاين اللي دات كاين اللي دات وهذوك الناس مهما ماشي انا عمر غريب اللي سنيت لهم انا جيت مواد افريل على بالك باللي صافي سي كوميل صافي عامين عامين ونص هما هذوك اللي دات اليوم يهضروا عليهم كانوا من ذاك يمدوا يبعثوا 5 ملايير ولا تخلص بهم هذوك الناس هذوك اللاعبين اللي كانوا تما من قبل. كاين اللي قلت لك على كل حال لي سالير راني نهضر هنا كيما نقولوا في التلفازه وناس تشوف كاين 33 مليار و100 هذه ما دخلتلكش حوايج اخرين هذو لي سالير. وقلت لك انا اللي فو جوا اللي عطيتهم 3 وعطيتهم 4 موس قاموا 5 ملاير و400 بلوس لو ستاف 3 مليار صافي 8 مليار 500 دير الحساب تاع 40 300 تصيب روحك هذا دخلت انا في حساب هذاك هادو اللي تسمى كيما نقولوا راني تكلمت عليهم باش نوضح للناس. وانا عمر غريب وحنا كمسؤولين على الفريق هذا نحكي لك على الاعانه تاع 2016 2017 كنت نقول باللي ما عطاوليش هذه حقيقه خويا. اخوك عمر معروف بصراحه وما تعرف كلمة الحق نقولها وبالك انا كي زعفت امبورتيت تسمى زعفت باسكو زعفت غادني الحال قلت كومون ساس في كلوب يلعب البريمير رول ما عندوش دراهم والاخرين كذا كاين ناس امبورتوت وكذا. انا ما هضرتش على الشركه انا هضرت على الاخي اللي كنت تشفاو وكنت تسمعوني نقول كونسيل ادمينستراسيون نقول المسيرين السابقين قلت الناس كي الدراهم حتى 2017
تسمى واش حبيت نفهمك باللي مارك هذوك الديون داخلين في 2017 هي حقيقه خويا العزيز، وانا نهضرها لك بالعقليه باش الناس تفهم وكل واحد يفهم. حنا نحكيو على عمر غريب هذا والناس اللي معاه 2016 2017. دوك انا الدين اللي عندي انا انا متحمله. دوك انا عندي اللاعبين تاعي سالوني 3 شهور باغ اكزومبل لي زونسيان جوار، خلصتهم لي زاريري وعندهم لي طادو. معليش انا الناس يقولوا بلي تما ما كاش مشكل مع المسؤول تاعهم، سي بور سا باش يفهموا الناس باللي واش كنت نقول هذيك هي الحقيقه. وهما يقول لك واش مدوا لشركه مولوديه الجزائر باش كيف فهمت كيفاش خويا، هاي واش حبيت نفهم خويا. بلوس كو هذا الشيء هذوك اللي هضرت عليهم وانا نهضر لك، وهذا الشيء اللي عندي انا يتواجد عند كيش يقولوا البريزيدون ديليغي البريزيدون ديليغي دو كونسيل دادمينستراسيون كونسيل دادمينستراسيون. دوك صافي ما با واحد نص ساعه كان معايا هنا، وكنا نقصروا عنده كاع الوثائق هذو. هما دوك باش راهي العام يفهم يقول قالوا مدوا 40 مليار قول من 40 مليار مديت وي حنا وي كنا هنا بصح خلصنا بهم الوسمو راهو هنا كيما يقول لك هذا الدي اف سي، هذا الدي اف سي سي موساوي هذا يخدم في شركه سوناتراك، هذا ما يخدمش عند عمر غريب، هذا الدي اف سي تاع الشركه تاعو. دير تنظر فهمت كيفاش؟ نكمل كمل اسمع لي كمل ونكمل لك. تسمى هدرت لك على هذوك 40 زيدات كريونس مازال عندهم دي كريونس تاع لو 31 ديسمبر 2015 نعم لي دات تاع 31 ديسمبر 2015 هادو اريتا لو 31 ديسمبر 2015 كاين دي دات اللي عندهم 72 مليار هادو تاع 2015. دوك انا كمسؤول هنا يجي لي يا خويا يقول لي خويا نيسع لاعبين باكزوم لاعبين تاع العام اللي فات نسميهم لك بالعقل باش تفهم باش الناس قاعد تفهم. بشيري يجي يقول عمي عمر خلصني، يجي هندو يقول لك عمي عمر خلصني، قرمي يقول لك عمي عمر خلصني، يجي زغدان خلصني، يجي اكساس خلصني، غربي تاع العام اللي فات صبري خلصني. يفو ديال لا فيريتي نقولوا لكم نقولوا صراحه ما يسمى ما كاش نزيد لك ندخل لك ما تسمى كاين بزاف اللاعبين اللي يجوا عابد فلان فلتان بلا ما نحكي لك. زيد كاين نقوله بزوج ملايين وزياده، كاين روبرتسون قريب واحد 3 مليار، كاين زغدان عنده 150 مليون اورو تاع الفورماسيون ديالو كي كان في السودان هذاك الولد من 2014 وراني متحملها. وزيد لي موات سالير تاعو كي كان يلعب في المولودية الجزائر عنده 4 شهور. تاني كاين بن براهم. تسمى واش حبيت نقول لك هذوك الجوار كي يجي ليا يقدرون يعطيهم الصح نقول له اصبر وليدي دوك يكونوا دراهم نعطي لك. انا حبيت برك نوضح تسمى هذه الحقيقه. هو كيقول لك بلي بعد 30 مليار و13 هذيك تاعنا حنا. ونزيد نقول لك كيما لي بريم وكان دي سالير عمر غريب هو اللي جبت دراهم يخلصهم. وقلت بلي انا كاين ناس حبت تسمى تقلب الهضره وشركه، انا ما عندي حتى حاجه لا مع الشركه لا مع السي معزوزي. قلت لكم شحال مخترا تكلمت معاه وقال لي عمر كي نديروا لاسومبلي جينيرال نعاونك. يا اخي قلتها شحال مخترا ماشي اليوم ولا قلتها البارح ولا قلتها له البارح. وكاين ناس ترونسفورمي زعما هكذا وعمر يحبوا يروجوا الهضره وكوكو هكذا. عمر الكلوب هذا يتواجد في المرتبه الثانيه والاموال قليله، وانا وضحت لخوتي بلي هاد الاموال اللي هم يتكلموا عليهم هادو هما خويا. ولا كاش ما عندك كيستيون اني هنايا وزدت جبت لك قلت لك باللي كي هدرت انا على الليدات قلت لك لو 31 ديسمبر 2015 كاين 72 مليار. تحب حتى نقول لك شكون الاسامي باش تسمى كيما نقولوا بلا ما نقول كيف تسمى عندك شيف جلوبال الخضر الزين. كاين عبد الحميد هذا، كاين لاكناس، كاين ليرجي تاع 2015 تاع 2015 عندهم 27 مليار 800 وعندهم الروتار تاع ليرجي ثاني 6 مليار 900 صافي قريب 34 مليار. كاين مسيو بورجي كوميسارو كونت، كاين لاجونس ايموبيليار تواتي،
كاين لا نور كاين لا فو كاين لوفيس كاين لوفيس اولمبيك كاين ترونسبور كاين فاست فود اللي يخدم لي ساندويتش هادو تاع 2015 كاين لوتيل ميركور كاين لوتيل ايلتون كاين شيراتون كاين الرياض سيدي فرج كاين لوتيل جاردي انا والله ما نعرفو حتى وين جا جاردي والله ما نعرفو حتى وين جا كاين كاين موتير كاين مولوديه العلمه تاع حياتها بلا ما نقولكم شحال كاين كومبلكس تاع لي سبورتيف تاع تاع زفالتاس كاين بروفيسيونال واليال يعني دوك واليال ومن بعد موراها كاين لي سالير دي جوار بروفيسيونال كاين واحد 13 جوار ولا 14 جوار بليس نقولا بليس روبرسون بليس زغدان تفضل كي تشوف هذه الكاع هذه تاع العام اللي فات ماشي تاع العام اللي فات 2015 تاع العام اللي فات قولوا العام اللي فات العام اللي فات تما قبل سون اطراف ما دي موديل زعما نديرو ولا عكس خويا العزيز انا اليوم الناس بعثوا ورقه اني نجاوب على روحي واني نقول لك باللي الشركه هذه الدراهم اللي تكلموا عليهم اني قلت لكم انا تكلمت وقلت باللي انا عمر غريب نسير في فريق هذا ما عطاوليش نحكي على 2016-2017 كي ديماريتنا ديماراتنا موا جوي غدا دا الشامبيون هكذا ديمارينا من تم انا نوضح للناس باش تعرف الناس وقلت لكم قبيله كان هذاك سي لاج بريزيدون ديديك كيما يقولوا طونطون تاع الكونسيل كان معايا هنا هضرنا هو على بالو ومسيو دياب سي راهو هنا على بالو هكذا وهذا ما كان هذا واش نقول لك تفضل 33 مليار اللي دخلوا مليار اللي تخلصت لا كمال هذيك وحدها هذه او 31 ديسمبر 2015 هكذا بارتي فيهم كاينين بارتي فيهم معليش جاوب وحده معليش تواز شحال هي كما نعم شحال كاين شحال كاين قلت لك كمال كاين ليدات لي ديفيرسيو فيهم هذوك لي 33 مليار تاع لي سالير تاع لو موا دو جونفي 2016 حتى كيما نقول الوقت اللي رانا فيه 33 مليار وزياده وكاين قلت لك كيهضروا على 43 باسكو جمعوا دراهم يعني دخلوا لنا وردوهم 43 بي فيهم لي نوفو جوار لي نوفو ريكري هذوك وفيهم لي ستاف تكنيك هذوك هذا ما كان وتما وضحت باللي تما كيما نقولوا باللي انا كي قلت نهضرك على 2016 وقلتها وراني نعاودها اليوم وقلت لك باسكو لي دات هذوك سي با كاين حاجه قلت لك هذه باغ اكزومبل كيما هذه 72 مليار هذه انا قلت لك باساميهم بالفنادق باللاعبين بكل حاجه باش الناس تعرف بك الحقيقه هذا ما كان هذاك سي تان دوزيام كيستيون كمان غادي نكون نحكيو على لي دات فهمتوا جوزو دوزيام كيستيون يسال 150 مليون هذيك حاجه عمر انت كي جيت في 14 افريل الجزائر يعني نعرف ان المسير ولا واحد كي تجي يستمر ولا يحب تسير يدوموندي البلاصيف يعني يجي ياسومي البلاصيف ولا كيف انت كي تطلع باساسيون بلاصيف لا ليزونسيان ديليجون باسكو كان فيه كلام على لي بصح انا ما قلتلكش ما نجيش نحمل ما تسمع فيا قلت لك احنا نقولوا رانا هنا ما نجيش نقولوا بس ماركه انا حبيت نوضح برك دوك كي تكون هاك في الكار دوك كي يجي جوار ما يروحش لعندي هذوك اللي راحوا يجي لعندي اي واش انا قلت لك احنا ماشي نقول لك باللي احنا نهربين مي انا نقول نوضحوا باش الناس تعرف انا نوضحوا باش الناس تعرف وهذه الحقيقه هذا ما كان ماشي سهل عمر 72 مليار تشد فريق هذا الوضعيه واللاعبين يقدروا يشوفوا المشكل تاع انغولا والمشكل تاع زغدان مع المشكل انه كاين جديد الاكستيريور اللي ممكن يخلقوا مشاكل على المستوى تاع الطاس وي بصح هذوك هذاك على المستوى هذاك قلت لك باللي اخوك عمر انا تكفلت بها ماشي تما هذه جبدنا تما شغل جمعنا
جمعنا باش الناس تفهم برك. احنا اول حاجه هذه زياده، هذه زياده عاد وليدات زياده. انا واش حبيت برك نفهم على الكومينيكي هذاك اللي داروه وفيه طروه قال لك فوالا كاين، عطينا له عطينا له عطينا لمول الجزائر. وعلاش عمر ما جاب سبونسور؟ وعلاش اللي صالح تاع اللاعبين طلعوا هكذا ولا دوك؟ حنا بدينا فولي فلونسي، فهمت خاوتي وقلت لكم باللي هايلك بالشيفري هكذا باللي من الموا جونفي اللي واسمو كاين 33 مليار و200 ولا، وكاين لي 5 مليار ايكاك تاع الكريتمو تاعنا باسكو ما دخلوا دراهم اللي جبناهم حنا في 30 قال 30 هكذا، باسكو كانت 28 هما ودخلوا 2 مليار تاع كاش هكذا. تبو عند خوكر صراحه لي بريم تاع باكو لي بريم نو هذوك 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 تاع لاكوب هذوك يعطانا الوالي وكذا، قال لك هذو تاع اللاعبين عطيتهم 200 مليون لاعب، فهمت؟ بعد علاش تقوم لك التوضيحات بما ان المدير الاداري اصلا كل تقارير ماليه لا عطاهم هو؟ لا لا، هو هنا وانا هنا دوك، انا هو المسؤول، انا هو المسؤول، كان نجاوب انا هو المسؤول. وكان لاج هذاك اللي دايرين وبارنتيريم كان معنا هنا واحد ساعه ونص، قصرنا وحكينا وانتم خاوتي وانتم كذا وانتم كذا وانتم، هو على باله باش تيتاسوا اللي نحكي عليها، ماشي زعما شغل نافونتي ولا واحد يسب في واحد، لا لا. حنا رانا نقولوا حنا معليش، مي ما تقولش برك باللي عطيناهم باش يسيروا، فهمت واش حبيت نفهمك؟ تفضل. سامحني برك، امس كان الاجتماع تاع مجلس الاداره، انت كمدير عام كنت حاضر في الاجتماع هذا ولا؟ لا لا ما كنتش حاضر. اسوسيي نورمال معليش ما تخش في تفاصيل، انا نسير في مولد الجزائر ماشي نسير في بيرو. يعني قلت في المولوديه ماشي تسير، انا نسير في المولد تكون برومي تكون بيان واش تاين هذاك ويكون صح. انا باك نوضح للناس باش الناس تفهم الكلام اللي قلته باللي عمر غريب ما عرفوش دراهم، مانيش نكذب عنك. اللي حنا بدينا فريق ب 2016 هذا في جويي لليوم ما عندنا سيفونسيون، وقلت لك هذاك اللي يهضر عليهم، انا قلت لك باللي الوثائق اللي عندي انا عندهم هما يا اخي، ما كاش كيما شفافيه اخويا. وزدت لك انايا باش تفهم باللي كي قلت لك 72 مليار 72 مليار ماشي هضره، هذه حقيقه، باسكو كاين ناس تجي تهضر باش يهضر، هذه حقيقه. وعطيتك حتى بالاسامي. ندوزو دوزيام بوا كامل سبونسورين، يعني العظام ديال الاداره قال لك عمر ما يلتزمش يعني بالاستلامات فيما يخص جيب سبونسور، وعندنا يجب يدير مصادر تمويل اخرى. معليش خويا كامل دوك نجاوبك، انا حكمت مولودية الجزائر كان فريق يعاني من كاع النواحي بشهادة كاع الجامعة، درت واش نقدر، صوفيت ليكيب من الحبطة ودينا كأس الجمهورية، عاودنا درنا استراتيجية واحدة أخرى كيما نحب أنايا، ركريتينا لاعبين، درنا ستاف تكنيك، درنا مصطفى أدميستراسيون منهم طونطون هيدا منهم مساوي، وتكلينا على ربي. احنا لو بيت تاعنا واش هو؟ مولوديه كانت مهزله، كي تروح انت سبونسور، سبونسور يهضر معاك هو موقع قوه ماشي انا موقع قوه، باسكو مولوديه كانت تبهديله، ينوضوا بتبهديله ويرقدوا بتبهديله. يا اخي واحد يقول الحقيقه راكو كاع يا اخي كاين ولا لا؟ حبيت نسقسيك وراه سبونسور ليديك، الصورة تاع الفريق ما كانتش مليحة، مي أنا كعمر غريب والناس اللي معايا هذا العام عطينا للفريق صورة مليحة، ولات مولودية عندها الهيبة ولات عندها المصداقية، والفريق راك تشوف راه يتواجد مقابلة متأخرة إن شاء الله كان نفوزوا بها لو برومي هكذا ولا لا؟ تسمى كي تكون أنت الفوق، كي تكون الفوق حتى كي تنيغوسي نيغوسي تسمى موقع قوة، ماشي يروح عند واحد يعطيك ليمية تاك تطلب. أنا نخلي اللاعب يسالي 3 شهور وأربع شهور بصح مقابل، كي تكون عندك ثقه، كي تكون انت مسؤول وعندك ثقه مع اللاعبين ومع الستاف تاعك ومنا، فهمت خويا كمال؟ سي بو سا نجاوبك قاعد. وهما نتكلموا على كل حال واللي سبقوا ولا حنا كان عندنا جيزي يمد المولد 14 مليار، كيف اشرح؟ اللي مازالوا كيمولوا زوج فرق بلا ما نجبد اساميهم، حقيقه هذه على شرح. وهاد المسؤولين ياك تبدلوا المسؤولين واقيلا خمسه ولا سته اللي جازوا حكموا المولوديه، وعلاش ما جابوا سبونسور؟
نقول لك انا علاش. انا ما نلومهمش علاش ما جابوش الطونسون، باسكو المولوديه كانت مهزله، كانت ليماج تاع المولوديه ماشي مليحه، سي بور هما تاني ما قدروش يجيبو. كنت قادر دوك نقول لك علاش هو، فهمت كلام ولا لا؟ لا، المولوديه كانت ليماج تاعها ماشي مليحه. انا ماشي كيما هو يقول لك علاش ما جابش، انا عطيت لك، انا عطيت لك لارغيمون. علاش المداخله وانت كيما نقولش بشركه اومبرو؟ شفنا الفيلم سبونسور شركه اومبرو. انا شركه اومبرو اول حاجه، شركه اومبرو نعطيت يعني ايماج واحده اخرى للفريق هذا من الصغير للكبير. انت دوك نابورت لي هنايا بالك عنده خوه، بالك عنده فاميتو يلعب عندنا في ليمينيم ولا في ليكادي ولا اللاعبين كانوا هما قبلي انايا، كانت في ليمينيم ولا كادي مش تخسر الفاتمون. اليوم داري لابسين ترينينغ سي فاتمون كاوي ساكودو، هذاك هو البليزير كيكون داري لابسين مليح من اول جوله هما لابسين. سبونسور امبرو سي ان سبونسور، سي بور سا قلت لك انا بلي انا هما كي قال كيفاش عمر غير ما جابش، انا عطيتك لي زارغيمون ماشي باش نتخبى، وسي لا فيريتي خويا كمال. كي تكون عندك ليماج مليحه، ليماج مليحه كي تروح تهضر مع انسان تهضر معاه مبركس قوه، هذه مولوديه سي با نيمبورت كلوب. وكي تكون انت مهزله كيفاش يقابلوك الناس؟ الا خلص القهوه كاع لاباس، ما يكثرش كاع ماك الحديث. شوفوا شي طريق كيما مديك الجزائر ما عندوش اوبيراتور تليفوني تجيزي، معليش معليش. بصح انت كي تكون في موقع في ضعف تروح عند موبيليست ولا تروح عند جيزي، باش ما نقولكش وين رحت. دوك هذاك النيميرو ما شغل ما يوالمش مولوديه الجزائر. مولوديه الجزائر كيفاش انت من 14 مليار تعاود تولي اللور؟ اي معليش، ما عندي واش ندير عمر غريب. بوليتيك تاعي نحسنوا الصوره تاع الفريق باش الفريق يقدر يجيب حقه. عمر تفضل. شفنا البيان هذا البارح يقول بلي يقولوا تقليص الصلاحيه تاعك كو تكنيك مع الفوتبول التكنيك. الان عمر غريب هل يتقبل القرار هذايا؟ ويعني اسكو انت راح تخلص لي سالير ولا انت واش راح دير؟ كيقولوا انت غير التكنيك. مازال ما لحقناش تما، هذاك دوك نحكي لك، هذاك كاتريان بوان دوك الحق ونجاوب خويا. لا لا هذا كاتريام تسمى تروازيام بوان. قال لك لوغمونتاسيون تاع لي سالير تاع اللاعبين هكذا ولا لا؟ لما سالير تاع اللاعبين هما 100 هضروا لكن انا نحل خويا معليش هكذا. انا علاش حبيت علاش هذه عباش علاش درتها؟ ما كانش كيما الشفافيه. شحال تكذب؟ شحال؟ تفضل كامل. لا ما صلى عليه. ما صلى عليه. صح. واش قالوا؟ عمر. تفضل معمو. اللهم صلى عليه تاع المولوديه شحال. نعم. اللهم صلى عليه. هاني جاك بالواحد ونهضر خويا، كاش كاع مشكل. قال لك كيفاش لاما سالاريير تاع اللاعبين طلعت؟ مالك لي جوال مقصود. لا لا. مالغري النومبر فيكتيف مقصود 22 ماشي 15 معليش. درك نجاوب خويا. اللاعبين اللي شديتهم انا نبداو قراوي حشود شوشي فلان فلتر اللي قعدوا قاسم مهدي درارجا ونا درارجا هم درارجا عنده كونترا تخلص 2017 ما نطلع له ما نطلع له وما نحبط له. قاسم مهدي عنده كونترا، مقداد عنده كونترا، تسمى اغلب اللاعبين هذوك عنده كونترا. دوك انت مسني ب 10 دور، انا ما عطيت لك 11 دور وما ديت لك 9 دور، تسمى باش هذوك الناس يفهموا باسكو كانوا عندهم هاد الناس كانوا عندهم في الدار. نجيك اللاعبين اللي جبتهم انا، دوك نجيبك اللاعبين اللي جبتهم انا. دوك انا جبت لاعبين بار اكزومبل مي باراكو، كي جبت اللاعبين انا للمارشي عندك لي كونكيرو تمد 100 فراك الاخر 30 دور والاخر 40 دور، فهم كيفاش كل واحد واش يمد. الا كنت كابا تعرف تهدر ماشي غير دراهم تاني، تعرف تهدر وش هو هذاك يحس روحو مرتاح معاك يسني معاك. امي باراكو انا سنيت له لو ديرني ماتش تاع النهد الموب النهد في الفاوت، انا سنيت له ديرني ماتش في الليل خلاص الماتش سنيت المباراه وقلت له روح. كانتوما اعلامين مباراه قلت صورته ياك شهر ونص من بعد علاش صورته؟
باسكو انا ما حبيتش نديسابيليزي الموب باسكو عندهم دي ماتش وعندهم كذا وميم طون هو يسكب من الريجيون هذيك باش ما نديروش مشاكل. يرحم والديك مالا ايه باسكو انت كي تسيني له هذاك ما حطيتوش كي تخلص كونترا ما انت تحطو راك فاهم خويا مالا واحد كيما ميباكو اتحاد العاصمه شباب الوزداد سياسي جياسكا كاع الناس حبت دي ميباركو ميباركو مسيني في المولوديه وانتم كنتو تشوفوا يا اخي صوروا في الجرن يقولوا خلاص هاو سيني في جياسكا هاو سيني سو لا 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 امي باركو كي تدخل انت الماشي يسوى 4 دور كاين ناس يمدوا 8 دور باش يكسروا برك لازم تمشي على حساب المارشي ولا ماشي على حساب المارشي تخرج من المارشي وهذه مولوديه فيتالينا ولا ني غلط قول لي راك غلط انا مشيت على حساب لي مو تاعي انا قلت لك بلي ما عنديش اي بصح انا قلت لك ما عنديش هذه مولوديه مولوديه شغل ريال مدريد مولوديه كبيره ماشي تقول لي انت جورناليست تقول وانا نجاوبك هي كاين ميزانيه تاع الفريق ما عنديش دوك انت مقبل اني نعاود لك عبيت نوليو الميزانيه انا هضرنا سامع عليه بصح انا معليش دوك انا جبت جوا دوك جوا سوا 100 مليون عطيتهم 150 مليون راني متحملو باسكو يستاهلهم شوف روندومون تاع مبارك ولا تاع زرداب ولا تسمى لي جوا اللي جبتهم كانوا اوطوب ماشي كان راكد وانا جبتهم زيد انا هنا سمعتني فهمت راك تتحمل هذا هو اللي ما فهمناهاش ربما تفضل من جانب راك تتحمل المسؤوليه تاع المصاريف هذوك انا نتحمل المصاريف تجاه اللاعبين وفي الجانب الاخر تقول انه الميزانيه ما عنديش بصح معليش انت كيفاش تقدر تتحمل معليش وانت ما عندكش بصح هاني شوف هضرنا شوف هضرنا في لي تروا بوا هضرنا جينا شوف من جينا جينا من البيلو مليدات معليش وتزيد خلينا نكمل خويا معليش نكمل خويا مي جينا مليدات فهمنا خاوتي على هذوك الدراهم ومن بعد وين دخلنا الفولي تاع سبونسورينغ قلت لك كي تكون موقع قوة كي تقول لي انت دور نقول لك انا 4 دور بصح على موقع بصح كي يكون فابل تقول لي دور نقبل فهمت اش حبيت نفهمك هذا واش حبيت صح هو اذا تبعنا تما هذا المسار هذا تما ليدات راح يزيدوا من لافانت سيزون من لافان دوني علاش يزيدوا؟ سيزون طراك يعني مده 30 مليار تاع فريق لاني 2016 كيفاش راح دير انت؟ مالك غاتك بعيد حنا قلنا لك هذوك صار في 2017 بيك انت علاش؟ دوك حنا رانا نهضروا على اللي صلى في عهد موسى انا نقول بلي اللي صلى زاد مين اللي صلى زادوا بصح حنا الشركه هذه دوك الشركه هذه كيدير لك زعما دير لك ام بي جي تعاونك به باغ اكزومبل تعاونك 20 مليار تعاونك 7 دورو هكذا بصح انت مولوديه هذه عندها ممولين مي بصح تعرف المومو اوبورتاني تصدم عند السيد فهمت واش حبيت نفهمك هذا ما كان باسكو لو كان حبيت نلقط هذاك سبونسور تاع الزوج و4 دورو انا عندي 6 ولا 7 في تريكو تخمش تريكو ما تطمش 10 ملايير هذا واش حبيت نقول خويا تفضل كيفاش نهضروا كل من تدي؟ نعم؟ انا هضرنا عليهم مع عمر دوك نعاود جاوبت هضرت لهم دوك نجاوبك نجاوبك معليش انا نجاوبك هادو هادي بدينا بها خويا معمر باش تكتب الكومينيكي اللي جاو فيه قال لك فوالا باللي مدوا 28 مليار و 2 مليار تاع لاسيرونس كاش صافي 30 مليار ما نحكوش على دراهمي انا هذوك دراهم اللي باينين هكذا صح هذوك 30 مليار هذوك 30 مليار اللي بعتوهم قلت لك انا لحقت له 14 افريل معليش هذا كنا نديرو باش لحقنا ربي لاكوب المهم جوا جوي هادو باين معمر باش تعرف من جونفي هذوك من جونفي خلصنا معمر 33 مليار و296 تما تاعهم نعم دي سالير دي سالير كاع دي سالير حتى قول حتى 2 اكتوبر هما قولوا هذاك كاين قاعده كاين 13 مليار 200 انا هذيك تاعنا هذيك معليش واحد بيحكي
لا معليش هذه الكوب داجيري حنا تاع الكلوب حنا تاع الكلوب هذاك ودوك باغ اكزومبل كيما سبونسور مدنا هذاك معليش هو هما سيتاو مي انا واش فهمت خاوتي قلت لهم حنايا انا كي درت الريكريتمون درت الريكريتمون صرفت الريكريتمون كيما جبت لاعبين كان جوار مدلو 3 موا كان مدلو 4 موا جبت صرفت 5 مليار كاسون و بليس 3 مليار تاع لو ستاف بيرسونيل هذا قدامنا تسمى اون تو بور تو تسمى هذيك هي راسهم تسمى انا كي كنت نقول باللي شايف سوناطرا ما عطات لي حتى دور انا نحكيك انايا 2006 2008 ليكيب تاعي دي ماريت بيها تسمى دي بجوي واني رايح راك فاهمني شيتو ما كانش مدوش 30 مليار كانوا يمدوا من الاول ب 5 مليار مدوا دخلوا المولوديه خلينا لا ماشي ويت الويت هذيك كي كان بريزيدون لي من قبل ماشي يعني انا نحكي انا نحكيك بصح كي كملت لا سيزون دي اف سي راه هنا هذا هو الدي اف سي هذا دي اف سي وهذا خدام في شركه سوناطراك ماشي خدام عند عمر غريب تماني فاهم فيه هما ماشي جاو قالوا هاكو ثلاثه هما كي يبعثوا يبعثوا تما لما صالير كانت كبيره تاعهم هذيك خلصوا بها انا قلت لك هذيك الورقه اللي عندي عند مسي والله اش عند مسي عندهم قاعد الورقه ماشي صالير ومونتي تعطي فلوس تاع 30 مليار هذو ماشي هما اللي خلصوا مش ما فهمتش ما حبيتش تفهم انا قلت 33 مليار الاخر ما منجون فيه حتى الوزمو فهمني يا معمر انا حنا كي تحسب لي قالوا كان 43 اخويا معمر نحيط راه زعما هضروش عليهم انا فهمتك 28 اللي مدوا هذيك 8 اللي تحكي عليها كي كان بريزيدون من قبل هذاك والباقيين يمدوا لهذوك كي مدوا 5 راك فاهم مدوا بالخمسه هذوك كي مدوا قلت لك لي سالير هذوك من جونفيل لهنايا انا ما كنتش مي معليش انا كمسؤول تما انا واش انا عبري كي جيت نسلك ليكيب ما جيتش باش نخلص دراهم جيت نسلك ليكيب كانت كيما نقولوا في موضع ماشي مليح وكنا حابين كيما نقولوا موتيفيو ليكيب باش نديو كوب داجيري عمر نعم يعني صافي تا كي جيت في 2016 ابريل تما الدراهم اللي دخلوا باش تسير بهم هذيك لا بيريود خلص بهم تاع لا لا ما عطاوليش باش نسير لا خويا لا 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 خويا انا درنا بيجي لا حنايا ديمون دينام بيجي باش يعاونونا بلي كتب ربي باش نقولها ونعاودها بلي كتب الله بلي كتب ربي خاطر واحد القصه دي اف سي دينام بيجي هنايا قدامنا نورمال راح مسكين ولا خرجت 120 مليار وحنا والله ما عملناش كون ديمون دينام 120 مليار اموال خرجت ثاني فاهم فيك تسمى ام بي جي ديمين ام بي جي بروفيزيون قلنا احنا ما دابينا لو كان الشركه تعاوننا ب 4 دولار بروجي هذاك ومن بعد هذا راح بنيتو خرج راح ب 4 دولار وجاب 120 مليار فهمت كيفاش تسمى واش حبيت نقول خويا انا برك باش نوضح باش الناس تفهم قلت لكم باللي هما كي كانوا بدو قلت لك هذاك هاي هنا لا ليتو بالاسامي تاع لي كرونسي تاع 33 مليار 200 كدا هادو تاع 30 مليار اون بليس اللي يهضروا عليها وكاين حنا تاع ريكروتمون تاعنا تاع لي جوار جدد هادوك كاين 3 موا 4 موا وعلى بالك انا عندي لاعبين كي دينا كوب داجيري تعرفوهم كاع اللي ما عندوش عنده زوج صحابو عطيتهم 200 مليون يا اخي اللي ما عندوش عنده زوج صحابو اكزومبل حتى كون تعرفوا السلام عليكم هكذا خويا ولا لا ما حكيوش على لونسيان ديريكتور لو ستاف باقي بن شيخ هاي كومباني سمع ستاف يحكي لك تما يبصح بار موا كاع نخلصهم كاع بار موا كان 1 مليار لا بار سيزون معمر لي 30 مليار سا كوفير لي ديبونس انتيريور كي ريليفي دو لانسيان جيستيون باسكو فالي ريبوندر ا دي زوبليغاسيون il y avait des contrats c'est la loi des parties. Il faut les mettre en pratique. C'était des joueurs, des salaires relativement élevés, etc.
les 90% ont servi à cela. معليش نبوزي كيستيون مع عمر باش تفهمها. معليش تاع قديم دار. دوك انا جيت لمولوديه الجزائر من بعد 3 سنين. جوار عندي كان يلعب عندي ب 80 مليون. جيت سبتو يدي دي بيليو. اش دير اليوم؟ ما يجبني. جوار انت تعرفه وانا نعرف. كان يلعب عندي ب 80 مليون وب 75 مليون. جيت سبو انت 200 مليون واش دير؟ تحوزو اخلص ما مال اخلص اولي اللي مازالوا لي اليوم اكساس مازالوا لي اليوم ام بلال صبري غربي هذاك مازالوا لي اليوم اللي ولا دوك انا واش حبيت نقول برك زغدان فلان واش حبيت نقول لكم برك انا تسمى على هذاك قدام ديكتور فرونسي قدام طوندون برك باش يفهموا الناس بلي انا كنت نقول بلي انا هاد لاني تاع 2016 2017 بلي ما عطاوليش تما ما عنديش سيفو تما ما عنديش ان بيجي عطاهولي ولا علاش كنت نفهم في معمر باش الناس تفهم هذا ما كان لا مصالير انبيان كاع شحال انا قلت روحوا حتى 40 سنة كمان روحوا حتى 50 مليار ماهوش بروبليم تما دوك انا متفري ماشي بروبليم انت في عام انا في سيزون سبورتيف دوك لو كلوب يكون دوزيام يربح تعطي له بريما لي بريم محسوبين دوك انت كل ماتش انا كل ماتش تسخم لك 250 تربح كات ماتش كاين مليار كاين مليار بريما زي مهم تما هادي ماهوش تما هذاك انا حبيت نقول لخويا كاع باش قلت لك باللي كي يكون الكلوب يكون بيان وستابل يدخلوا للدار هادولي شوف الدوري بليز امبورتون هادول خاطر تكون تقدر انت تروح شغل الطلاب لا نخلي روحك كي يكون مليح ونجي لك تفضل ريزومي باسكو الحكايه كاع بدات صوره طرقه صوره طرقه هديه صوره طرقه حكي نحيل سيدي راه سيدي واش نحي صوره طرقه اي لا جات الحكايه هادي راه جينا درنا انترفيو حبيت ماشي درت لي انت جيت لا جيت عندي جيت عندي هضرت معايا قلت لي عمر جاوبتك انا هذا ما كان بروبليم ولا انت تقول لي دات خلصتهم هي تقول صوره طرقه تقول لك 30 مليار باش هي اسمع راه باش تاكيزي هنا 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 باش معليش داك تحكي تقول مالونتوندي وخويا يقولك في نفس السياق عنده الحق شنو يقول خويا العزيز كيما كتقول راني معاك الورق اللي عند خوك عمر عندهم خلي نفهم كاين دي جون كاين دي جون ما ساعدتهم ستابيليتي هذا هذا ما بروبليم مع سوناطراك كي تجي تشوف لا سوناطراك على بالها خلي نفهم ماشي سوناطراك لا 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 السيا هذه اللي كانت من قبلي انا كونسي هذا دوك انا سونطراك حاشا سونطراك انت مدت لك وانت ما تعرفش تصرف دوك انا تمد لي ليا ما نعرفش نصرف اكزومبل هكذا عندي ان بيجون نصرف تما انا نتحمل المسؤوليه فاهم كيفاش دوك كاين الناس ما ساعدتهمش انت لا بروف كلوب الكلوب اكام الكلوب راهو دوزيام والتروازيام عندنا ماتش روطار لعبوا مع الموب هذاك في الصيف ولا في البرج ولا وين جات ما يهمش وعندنا طروا ماتش دو ماتش لعبوهم هنا وماتش لعبوه في المديه بس انت ما تشوفش في رايك بلي كاين ناس ما سي اون بروبليم كاين ناس بين عمر غير بصوره كاين ناس وبليجي كاينه اي بصح انا ما يقدروش يجاوبوا كي تشوف الكومينيكي باه تشوف الكومينيكي ليميتي لي سيرفيس دو في عمر غير اكسيتيرا اكسيتيرا وهادشي اللي دارتو في الكومينيكي تاعك ها هو عندي ها طيب انت تقول انا لي كونفيديا راهم يتصرفوا وهم لي طراس وراهم عند صوره نعطيك الميور نعطيك الميور البريزيدون تاع السيا بريزيدون ديليغي بريزيدون ديليغي هذا مسيو لاج مسيو لاج قبيله كان معايا ساعه ونص فوالا فوالا كي مش عبيت مي دوك معليش دوك هما كاين دي جون حبت زعما قالك فوالا نوضحوا
قال لك نوضح ولا نوضحنا. واش راح يبدل باش ريزيمي كلش نعم واش راح ديرك واش راح تبدل مع هذا الكومينيكي؟ لا لا قال لك الافنير تاعك واش راح انا ما عنديش انا ما كنت نبيع المازوط ماني نوزمو انا عندي فريق كره القدم ماني نسير فيه ولا كاين واحد يعرف يسيرو كم احسن مني يجي مرحبا به الا كش واحد يقدر يسيرو ما احسن مني يا كان الفريق هذا كان متواجد تما مده 3 سنين وكاع على بالكم اليوم المولوديه تواجد في مرتبه مليحه كاين انستابيليتي توتال مالغري ما كاش امكانيات كبار مي الحمد لله شنو الصلاحيات باغ اكزومبل راح يخلصو والله كي تقول انا على كل حال انا انا جاك روحوا لي معلش معلش لا لا جا الراجل جاش قص على كلش باش بصلاحيه هذا كمل جا مسي الله قلت قصرنا هكذا واحد ساعه ولا ساعه ونص كذا قصرنا قال لي خويا عمر وحنا نخدموا كيف كيف وحنا نتعاونوا وحنا قلت له انا جامي غلقت عليك الباب هو بيرسونال لا ماشي شو هذا ماشي على بال كاين ناس كمان ما تساعدهمش الصبيتي تاعك لا دوك زعما كيهضر انا كنت نقول لهم فوالا بلي حنا ما عاونوناش كاين ناس بزاف ما تساعدهمش كمان دوك معليش انا كيوضح هذا مش ما كنا منوضحت ليكم نتوما والدوله الجزائريه وللشعب وضحت بلي 2016 ما عطاوناش لا سيزون اللي وصل فيها خوك عمر ما عطاوناش والوثائق اللي عندي قدام خاوتي عندهم سيولاج وعندهم كاع عندهم سيو البي دي جي مسيو معزوز اللي نحترموه عنده عندي حد يدخل بلي كاين بعض الاطراف اللي راح تقوم بالتوتر باش تسد العلاقه بينك وبين سونادراك انا ما عندي حتى حاجه مع سونادراك شركه انا هدرت على الكونسيبت اي بصح دوك كامل كاين ناس ما ساعدش الحال كمان ودوك انا ماكي مسؤول تاع الدوله اللي حبس ما توضح انا وضحت بلي هام دراهم اللي يهضروا عليهم وهاوليك الكومينيكي اللي يهضروه واني هدرت لك خويا على اللهم صل على ريال هدرت لك على سبونسورينغ اللي قالوا هكذا واش تحب نقول لك كيما كاتريا بو هذا دوك انا كعمر غريب واش عندي حاجه يقول لك باللي عمر يتكفل بفريق كرة قدم تسمى انت بريزدون سيكسيون اسبي تكنيك هكذا خويا كامل نعطيك انا حاجه باش تعرف تسير المالي خوك عمر ما يمشي المال كان ديريكتور فينونسي هذه باش تعرفها خوك عمر كي يدير حاجه انا شفافي ندير حاجه لود بايمون هذاك مدير مالي وضروري يدخل مدير الماليه اللي يروح البنكة مدير الماليه اللي يسني شاك تما باش نوضحوا للناس عمر ولي نكونسيلي صالح نعم عمر ولي نكونسيلي صالح دخلت في السينما والله مي ما فهمتنيش بصح حنا في كل حاجه بصح دوك هو دوك يقول هكذا دوك حنا هو كيما تخليه كيما تصيبو ما كان حتى حاجه تغير. في الفيرم اللي كان معاك مع اللي راهو ريسبونسابل تاع الكونسيبتيسيون لاج اسكو تكلمك على الصلاحيات القبيله ولا ما تكلمش؟ واش من صلاحيات اللي تكلم عليهم؟ معليش دوك هو تكلم معليش تكلم دوك يجي نهار يقول لي ودي عمر واش من صلاحياتي هو في الكومينيكي واش يقول بلي عمر يستكلف كرة القدم وانا واش باش كنت مستكلف؟ بلي بومبي بيان سور يهضر معايا جوستيمون كيفاش وهي صنطات تقول انا هو المسؤول يا انا هو بريزيدون سيكسيون راح يقولوا يحوس عليه في البيرو يقولوا الو ياك انا دوك انا كاني مسؤول انا كيقول لي شو نعطيك بريمه باسكو انا اللي واقف عليه انا المعلم انا اللي نحكم فيه انا اللي جبته دوك انا كيقولوا بريمه نهار الاربعاء يدي بريمه كاين ولا ما كاش مستكلف في كرة القدم، حنا نعرفوك عمر ماكش مستكلف بالجيدو ولا بالباسكيت ولا خلاص بعد كرة القدم، بصح المشكل هذا هل يخليك مستكلف هو التير المالي هو الصح؟ اسمعني أنا قلت لخويا النيغوسياسيون اللي ديرهم على الجوال، بصح أنا كي ندير لي كونترا أنا سينيي، بصح واش حبيت نفهمك التير المالي هذا
انا عفوك عمر والله غير عمري ما سيرت لي معك، وانا كي نجيبو زعما لاعب نجيبو لاعب، حنا نخدمو هنا في المولوديه بشفافيه باكشتو ديكتور فينونسي طونطون جمال منات كي كان جمال منات، فهمت كيفاش؟ شغل ما نخدموش تما كل واحد وحده، حنا نخدمو اون جروب. انت اللي تسيني لي كونطرا؟ انا سيني لي كونطرا، ولي كونطرا تاع لاعب شكون سينيها؟ انا سينيتهم. واش بلي كونطرا دوك ما كاش كاش ما يجيب ربي؟ كاش ما يجيب ربي؟ عمر جوست بور روبوندير واش قلت لكمال مهوي، قلت له اذا كان احسن مني يقدم حسوب لي. لا لا ماشي ديبوتي اسكو ما عنديش ديبوتي، انا في الفريق تاعي المنصب تاعك ولا اسمع، انا الفريق تاعي انني فيه الفريق تاعي والفريق. إذا مشاهدينا الأكارم كما تابعتم معنا حيتيات ندوة صحفية لرئيس مولودية الجزائر عمر غريب، تحدث فيها بشكل من التفصيل عن الجانب الشق المالي، قال بأنه لا يتصرف في أموال النادي بل محافظ حسابات الفريق هو من يتكفل بهذه المهمة، وأنه باق في الفريق، وتحدث أيضا عن الإعانات التي لم يتحصل عليها